بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم، أهلا أخواتي، أهلا أخوتي، مرحبا بكم في قناتكم يوميات بسمة وأمها. تحت طلبكم في كومنتار طلبتوا مني سفنج ونلبي لكم بالرغبة تاعكم، أي حاجة تطلبوها مني على عيني وراسي. مرحبا بكم كامل في قناتنا، خدمت لكم السفنج إن شاء الله يعجبكم بمقادير اقتصادية وبنين، يجي قرمش من برا ومن داخل طري، روعة. كان يسميه خفاف، كان يسميه سفنج، كل واحد كيفاه يسميه. حتى البنات الصغار تنجحوا في هذه الطريقة، درتلكم طريقة سهلة. ما تنساوناش لايكات، ومرحبا بكم اللي دخلتوا معنا جديد، ما تنساوناش اشتراكات. بسم الله، هنا ديروا رطل فارينة ولا زوج غرفيات من هاد النوع، كامل العائلة الجزائرية عندهم هاد الغرفية، ديروا زوج غرفيات تاع فارينة، غربلوهم، ضيفوا مغرفة كبيرة تاع خميرة تاع العجين، ونص مغرفة سكر، نجمو ديرو حتى مغرفة، ونص مغرفة صغيرة تاع خميرة كيميائية، غرفية دافية تاع الماء، نخلطو. نلموها بالماء، نضيفو مغرفة صغيرة تاع ملح، نضيفو عليها شوية الماء باش الملح يذوب لنا. تشوفو بيد وحدة راني نعجن فيها. هنا كملت الغرفية تاع الماء، نضيف شوية تاع الماء، شوية باش نتوشي بصباعي وصاي باش العجينة ما تلصقش في يدي. ماذا بينا نجريو العجينة، والبنات الصغارات اللي خافوا خليوها شوية، من بعد نستعينو بالزيت، ما تخافوا منها ما والو، مهما جارية كما تشوفوا حبيباتي، راكم تشوفوا بيدي نضرب، نبدي نشلط فيها بيدي بيدي، تتخفاف لي في يدي، ساهله بيد وحده تنخدم ما شاء الله. ان شاء الله الطريقه تكون واضحه. كما تشوفوا نتوشي في الماء باش ما العجينه ما تلصقليش في يدي، ونشلط فيها كما تشوفوا، نضربها مليح بالاصابع تاعي باش العجينه تجي خفيفه. قد ما العجينه تكون جاريه قد ما يجي خفيف بزاف. هنا ندير نقيطه تاع الزيت باش ما تلصقليش في يدي، ونغطيها بسوليفان مليح، نزيد لها سربيته، نحطها بلاصه دافيه. الا كنتو في الصيف نص ساعه تطلع، ولا في الشتاء خلوها حتى ساعه ولا 45 دقيقه، كي تكون في المطبخ ما تفوتش نص ساعه تطلع لكم. غطوها مليح خلوها. نغطيها نخليها بعد نص ساعه، نعاود نرجع معاكم ان شاء الله. بعد ما فاتت راك تشوفوا حتى الشتا طلعت، خلوها نص ساعه ولا حتى ساعه ما عليها والو. مع رانا دايرين خميره تاع الكاطو، خميره تاع كيميائيه، هذه تخدم كمحسن. هنا نجيبوا الصينيه، نبداو نقطعوا الخبيزات نتاعنا، نقطعوهم صغار، نديروا شويه زيت في الصينيه باش ما يلصقوناش، نقطعوهم كيما المسمنات. حنا بكري كنا نديروها نديروا المقله تحمى بالماء، كنا بالماء نقطعوها هكا ونحطوه في المقله، هكا نسهلوا على البنات باش تجيهم ساهله والزيت ما تلتقلهمش في وجوههم. نقطعوهم ونحطوهم في الصينيه كيما تشوفوا، هذه الطريقه والله غير ساهله، ما تخافوا منه، ما تنحرقوا ما والو. قطعوهم كيما تحبوا، تحبوهم كبار ولا صغار. سقموهم بيديكم شويه شويه حتى يتسقموا مليح، حطوهم ما تجيو تكملوا. الاولى اللي بديتو بها هي اللي تعاود ترجعوا، هي الاولى تبداو بها، تكون ريحت ما تنجمو تخليهم يريحوا 10 دقائق ولا ربع ساعه. انا كي نكمل نبدي نقلي تمتم ويطلع ويجي خفيف وما شاء الله. كي تشوفوا يديكم يلصقوا دائما ديروا شويه زيت في يديكم، ما ديروش الماء.
شوفوا تحصلنا على 12 وحده متوسطين، ماشي كبار بزاف ماشي صغار. ديروا الزيت نشعلوا راه خلوها تحمى مليح باش العجين يطلع لكم في الساعه خير ما تيبس لكمش، يجي من الداخل فيه فقاعات ما شاء الله خاوي خفيف، من برا يجي مقرمش. دائما كنت تحطوا الحبه تقبوها بالفرشيطه، وعمروا المقله ضربه واحده وما تزيدوش حتى تكون شي طايب، شي تزيدوه بارد لا باش العجينه ما تشرب لكمش الزيت. حطوهم على ضربه على حسب المقله تاعكم شحال ترفد، الا كبيره عمروها كامل شحال ما ترفد، نزيد ندير بعض الحبات ندير معمره حتى نحيهم كامل عاد باش نعاود نعمر من جهه مره ثانيه حتى نكمل كامل. ودائما بقاو يتحركوا منا منا باش ماشي جهه حمار ومن جهه تبقى بيضه، وما ترشوش عليها الزيت حتى تشوفوها طلعت مليح، كي تطلع مليح عاد رموا عليها بالمغرفه الزيت وقلبوها باش ما تيبس لكم وطيب من برا ومن الداخل تقعد عجينه. خلوها حتى عطيوها وقتها حتى تحمر مليح، تشوفوها حمارت من تحت عاد بدو ترميو عليها الزيت. ان شاء الله الطريقه تكون واضحه. كاين بعض البنات صغارات ما يعرفوش يحطوها بدو يرميو عليها الزيت، من برا طيب وتتحمر ومن الداخل جبروها معجنه. حمروهم على حسب ما تحبوا نتوما، كاين اللي يحبهم يصوفر كاين اللي يحبهم محمرين بزاف، ديروهم كيما تحبوا يجيو روعه. كي يطيبوا كامل حطوهم في كسكاس ولا فوق ورق ماس ولا اي حاجه وخلوهم، زيدوا عاود عمروا المقله كامل ماشي وحدين ما يطيبوا وحدين عاد تحطوا فيهم جداد. ان شاء الله الطريقه تكون واضحه، عطيتكم كامل الاسرار تاع السفنج باش ما يشرب لكمش الزيت ويجي خفيف وطايب من الداخل من برا. ثقبوهم بالفرشيطه، هذه الطريقه تاع امي ربي يحفظها ويحفظ لكم امهاتكم، والله غير يجي روعه. حبيباتي راكم تشوفوا فيا بديت معاكم حتى كملتهم كامل معاكم، درت كامل الكميه 12 حبه جاتني في زوج غرفيات فارينه، جاوني 12 حبه الله يبارك. نوري لكم حبه تشوفوا يقرمش روعه. نسقم البلاصه باش نحط الخلينا نوجدو نعاود تحطهم، نزيد الكميه اللي بقات لي. اخواتي راكم تشوفوا ما كثرتش الزيت، البلاصه اللي تشوفوها ماشي طايبه بزاف نرمي عليها شويه تاع الزيت تتحمر. كاين تقولك لازم يكون عندي الزيت بزاف والمقادير بزاف ولا ما نديرش، ها كميه قليله وديرتها وجا محمر وشباب. الحبات اللي في الاخير زادوا خمر وريحوا بزاف، زادوا خمر وتشوفوا زاد ضعف الحجم تاعهم، درتي بزوج حبات باش المقله ما تجيش معمره بزاف باش يجبروا وين يزيدوا يزيدوا يطلعوا. ماذا بيكم نتوما ثاني خلوهم يريحوا 10 دقائق من بعد ما تقطعوهم ولا ربع ساعه ولا عاد بداو يطيبوا فيهم، يجيو خامرين بزاف ما شاء الله. راكم تشوفوا حتى شتا طلعت خليتها عطيتها وقتها حتى شتا تحمرت من التحت، شوفوا ولات كاع صفراء كعاد باش راني نرش عليها شويه نتاع الزيت ومن بعد نقلبها. ما ترشوش وهي عاده ما عاد حطيتوها تشوفوا حتى طلعت وحدها خليتها تطيب على خاطرها، من بعد نرش عليها شويه زيت ان شاء الله الطريقه تكون واضحه يا رب. حل معكم وحده وسمعوا التقرميش تاعها.
سمعتوا تقرميش روعة، كله هو حامي مع كاس تاع لاتاي يجي رائع. اعتذر على الضوء هنا نقص لي ما تبع. نزيد نحط على زوج حبات التوالا، ودائما كي تكملوا القلي وتطفوا النار ما تخلوش المقله فوق النار، وخروها من الجهه الاخرى باش ما كانلاش هذيك الزيت تقعد تزيد تطيب بزاف. باش كي تبرد نصفوها ونعاودوا نطيبوا بها مره اخرى ونقليو بها. لا ما تروحلكمش ما تخسرش. على بالي طولت لكم الفيديو باش هكا طيبت معاكم كامل الخبز السفنج طيبته معاكم كامل الحبات. هذا هو الطبق النهائي، راكم تشوفوا جا روعه يشهي ما شاء الله، مقرمش من برا طري من الداخل مع كاساتي يجي روعه. بصحتكم شهيتكم في الجنه ان شاء الله، تحضروا تفرحوا العائله تاعكم وربي يفرحكم يا رب. إلى اللقاء، إلى الفيديو القادم إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.